إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك مدها يداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد إسماعيل. بنشرح في سلسلة الكيمياء الحية والتغذية في معلوم بشكل جديد. بنستكمل سلسلة التغذية أثناء الحمل. اتكلمنا في الفيديو السابق عن الهرمون الشنجس، التغيرات الهرمونية أثناء فترة الحمل. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن بعض التغيرات اللي بتحصل في الماترنال أورجان اللي كده، أو الأعضاء بتاعت الأم زي الهارت واللونج والكيدني، وهنتكلم عن التغيرات اللي بتحصل في البلد. هنتكلم برضه في آخر الفيديو عن بعض الأغذية المفيدة وبعض الأغذية الضارة اللي الأم المفروض تتجنبها. هنتكلم برضو عن ظاهرتين اللي هو الغثيان والإمساك، بعض النصائح للتجنب ظاهرة الإمساك والغثيان في فترة الحمل. بداية التغيرات اللي بتحصل بتكون علشان تواكب التغيرات الهرمونية اللي حصلت. لو اتكلمنا عن الشينجس اللي بتحصل في الهارت، فإن حجم القلب بيزيد بحوالي 12%، والناتج بتاع القلب يزيد بحوالي 40%، ده استجابة لزيادة متطلبات الأكسجين. الشينجس اللي بتحصل في اللونج الرئة، على الرغم من الكباسيتي أو الساعة بتاعت الرئة بتقل بنسبة 5%، لأن بسبب إن الدفام بيرتفع نتيجة نمو اللحم، إلى أن الالفيولار فنتيليشن ده بيزيد أثناء فترة الحمل علشان يحصل مور افيشنت للجاز اكسشينج اللي هو التبادل الغازي يكون أسرع. ودي صورة بتوضح الخط المنقط ده اللي هو في البيجمنت الدايفرام الحجاب الحاجز في المرأة الحامل، ده بيرتفع عن النون بيجمنت المرأة الغير حامل اللي هو الخط الغير منقط ده. بعد كده التغيرات اللي بتحصل في الدايجستيف سيستم الجهاز الهضمي، الجاسترو انتستينال موتيليتي الحركه بتكون ابطا، الحركه بتاعت الجهاز الهضمي بتقل، وعلشان كده الطعام بيكون بيمر بسرعه اقل، علشان كده ده بيسمح بانه يزود الامتصاص بتاع المواد الغذائيه. الشنجس اللي بتحصل في الكيدني، التغيرات اللي بتحصل في الكلى، على الرغم من ان الكلى الحجم بتاعها بيزيد بنسبة بسيطة، كمان ان تدفق البلازما بيزيد بحوالي 75%، ده استجابة للزيادة، ده نتيجة زيادة الاخراج بتاع الكلى، مش بس للميتابوليك اند برودكتس، مش بس الناتج النهائي للايض، ده كمان لبعض المواد الغذائية. التغيرات اللي بتحصل في البلد، حجم البلد للأم ده بيزيد، والحجم البلازما كمان بيزيد، ده نتيجة ايه؟ نتيجة او علشان يؤدي ايه؟ علشان يزود من التيشو سبلاي للأكسجين، علشان يزود امدادات الأكسجين للأنسجة وامدادات الأكسجين والمواد الغذائية للأنسجة، وكمان علشان يزود من الدم، علشان هيحصل فقر دم بعد كده في الولادة. لو قارنا ما بين النون بريجننت والبريجننت، لو قارنا ما بين المرأة الحامل والمرأة الغير حامل، هنلاقي ان التوتال بلاد فوليوم اللي هو حجم الدم الكلي زايد من 35% ل 40% اثناء الحمل. في بعض الأغذية المفيدة زي ايه؟ زي البوتيتوس البطاطس والبنانة الموز، علشان بيحتوي على فيتامين بي 6 اللي هو مهم علشان يكون السيروتونين، ده هرمون السعادة. كمان الملك اللبن مهم في فترة الحمل لأنه بيحتوي على الكالسيوم اللي مطلوب لنمو العظام والأسنان. كمان البيض مهم علشان بيحتوي على الكولين اللي بيساعد على تحسين الذاكرة للأم أو للجنين.
علشان نتجنب ظاهرة النوزية اللي هو الغثيان، فاحنا المفروض المرأة الحامل تاكل small amount يعني كميات قليلة علشان تتجنب النوزية، وكمان علشان تتجنب الكونستيبيشن اللي هو الامساك، فهي المفروض تاكل كميات كبيره من الفيجيتابل الخضروات والفواكه، وتشرب ميه كتير، والفايبر كمان الالياف تزود من الالياف. الهارمفول فود اللي هو الاطعمه المضره المفروض تتجنبها اثناء فتره الحمل، اللي هو اللارج اماونت من الليفر، كميات الكبيرة من الكبدة. الكبدة لو زودت، لو الحامل زودت من الكبدة فما بيكون ضرر، لأنه بيحتوي على فيتامين A الضار أثناء الحمل. كمان الكحول، تتجنب الكحول تماما. كمان البيك فيش اللي هو الأسماك الكبيرة لأنها بيكون فيها نسبة ميركري زئبق عالية، وده بيكون سام. السموكينج، تتجنب التدخين تماما. والأنكوكد فود اللي هو الأطعمة اللي ما تعرضتش للحرارة فترة كافية، أو البيض زي البيض الني مثلا، أو غيره من أي أطعمة ما تعرضتش لدرجة حرارة كافية. يا رب أكون أفدتكم بالفيديو ده، وإن شاء الله تابعونا في باقي السلسلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود، مدها يداك مدها يداك.